السياسة العراقية جامدة، والقادة يترقبون الفائز في انتخابات أمريكا هذه الليلة. من صداقة الملك فيصل وترومان إلى حروب مدمرة مع ثلاثة رؤساء أمريكان، المفكرون في واشنطن يائسون من قصة العراق. احتجاج تشرين في النجف يستغني عن تكتيك الشوارع المغلقة، والتجار يثمنون تسهيل المرور داخل طريق استراتيجي. أصحاب الدكاكين والأسواق يقاطعون الموظفين، لا نبيعكم بالآجل حتى توزيع الرواتب. أهلا بكم جميعا إلى الحصاد الإخباري من يو تي في. ينتظر قادة الكتل وصناع القرار في العراق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انطلقت اليوم بتنافس حاد بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. نعم، وشهدت الأنشطة السياسية العراقية ركودا واضحا منذ أسبوع، فيما تتحدث مصادر سياسية عن خطط وتكتيكات عراقية جمدت إلى حين التعرف على الرئيس الجديد. وتتوقع مراكز استطلاع أمريكية أن يصوت نحو 100 مليون ناخب أمريكي لأحد المرشحين في أكثر السباقات الرئاسية إثارة للانقسام حول العالم منذ عقود، في سباق قد يكون الأكثر مشاركة منذ نحو 100 عام. يو تي في أعدت تغطية خاصة عن العراق في الانتخابات الأمريكية وتاريخ العلاقات بين بغداد ورؤساء الولايات المتحدة خلال 50 عاما مضت. وبينما ينتظر قادة الكتل نتائج الانتخابات الأمريكية، كاميرا يو تي في ذهبت إلى 4 محافظات وسألت المواطنين عن مرشحهم المفضل ترامب أم بايدن. أميل إلى فوز الرئيس ترامب. أشعر أن هنالك حاجة للكرة الأرضية الآن إلى قيادة من نوع ترامب. هذاك الججاب ان القاعده جتنا اشكال والوان، هذا الججاب ان داعش يهجم بيوتنا، هذا الثالث اللي حيجي ايش راح يسوون؟ عم خلونا على ترامب. اريد ترامب يبقى بالعراق. ليه؟ ترامب، فاذا يجي هذاك ماكو يجوز عنده شده بعد ازود من ترامب على العراق. ترامب عرفناه. اي الحاصل هسه انا جديد اقول لك، يجوز يجي بعد ازود من ترامب على العراق بهالمكان هذا. فاحنا نريد الهدوء. لا يفرق للعراق ترامب او بايدن، نفس الشيء. محتمل اذا كان بايدن يكمل السلسله الامريكيه وهي تقسيم العراق. جون بايدن هو احسن للشرق الاوسط، هو احسن. ترامب لا، ترامب تجار، هو تجار على كل الدول الدنيا، هو تجار بس اريد فلوس. الطريق القاسي بين بغداد وواشنطن ذاكرة طويلة من القرارات الكبرى لرؤساء الولايات المتحدة. الخسائر كانت موجعة للطرفين وأجبرتهما مؤخرا على إطلاق حوار يأمل بتصحيح العلاقة وتنضيجها واستيعاب أخطر دروس الزمن المشترك. مطول لمجلس الوزراء، قبل ما أدخل في تفاصيل الجلسة أريد أن أتحدث ببعض القضايا الملحة والمهمة، وخليني أبدي بموضوع تأخر صرف الرواتب. هذا الالتزام الحكومي والالتزام القانوني بين الحكومة والموظف، والحكومة تؤكد التزامها بصرف هذه الرواتب باعتبارها كما ذكرت التزام قانوني بينها وبين الموظف. لماذا تأخرت الرواتب؟ هنا تسمعون منذ مدة عبارة أكررها دائما، إن هذه الحكومة لا تريد أن تتعكز على أخطاء الماضي. في بعض الأحيان تضطر
إلى أن الحكومة أن تتعكز وتصارح شعبها بالأسباب التي أدت إلى تأخير استلام رواتبه. وهذه الأسباب ليست خافية عليكم كمطلعين متابعين، وليست خافية أيضا على الجمهور العراقي بصورة عامة وعلى الموظفين بصورة خاصة. سياسات خاطئة، سياسات مربكة، غياب استراتيجية. وللحديث عن تفاصيل هذه النشرة تنضم إلينا من بيروت رئيسة المعهد العراقي والسفيرة العراقية السابقة في واشنطن رند الرحيم. أهلا بك سيدة رند. يعني سيدتي، كيف ترين انعكاس نتائج الانتخابات الأمريكية على المشهد العراقي، خصوصا أن التطورات السياسية العراقية تشهد برودا منذ أسبوع؟ شكرا لاستضافتكم وأهلا بالمشاهدين الكرام. أولا أريد أوضح أنه من يتوقع أن يكون هناك تغير جذري بالسياسة الأمريكية في العراق تجاه العراق حقيقة يكون مخطئ. السياسة الأمريكية ثابتة كثير من المسائل الأصلية، يعني الأصيلة فيها، فليس من السهل أن تتغير هذه السياسة بين ليلة وضحاها. يعني هناك ثوابت تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، بالاستراتيجيات الطويلة الأمد الأمريكية اللي ما تتغير، يعني أو نسبيا ما تتغير بتغير رؤساء الجمهورية. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه ولو رئيس الجمهورية هو الذي يقرر السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولكن هناك أيضا الكونغرس الأمريكي، وزارة الخارجية الأمريكية، كلها تصب في هذه السياسة. يعني الرئيس الجمهورية لا يستطيع أن يصنع السياسة لوحده. فإحنا خلينا ننظر، والنقطة الثالثة اللي أحب أذكرها أنه لا أحد يتوقع أنه إذا فاز بايدن، لنفترض فاز بايدن، أنه أول يوم من فوزه، أولاً هو أكو تقريباً شهرين وأكثر إلى أن يتم استلام، إذا فاز بايدن ما يستلم إلى شهر كانون الثاني من 2021. الحديث يعني عن الاحتمالات سيدة رند، يعني هناك من يرى أن فوز ترامب يعني استمرار دعمه للحكومة العراقية والعكس صحيح، كيف تقرأين شكل التعاون بين البلدين في الحالتين؟ طبعا في حال فاز ترامب يعني راح يكمل المسار اللي هو بدأ عليه. انا لا اتوقع تغيير جذري، وخاصه ان هناك استراتيجيه الاطار الوطني التي مشت شوطا الان، يعني ما راح يتراجع عن هذه الاستراتيجيه. قد يكون هناك بعض التغيير من جهه انه يطلب ترامب تجاوب اكثر من الحكومة العراقية مع السياسة الأمريكية، مع ردع الميليشيات، الحفاظ على الأمن وخاصة أمن السفارات والمنطقة الخضراء. ولكن إذا إجا بايدن ما راح يكون من أول يوم فكرة أنه شنو سياستنا بالعراق، هذه راح تكون ليست راح تكون الأولية له، هناك أمور أخرى أكثر أهمية بالنسبة للسياسة الأمريكية إذا إجا بايدن. أنا لا أتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في السياسة. سيدة رحيم، يعني أهلا بك. إحنا سألنا العراقيين من تفضل، ترامب أو جو بايدن؟ الأغلبية قال أنه جو بايدن هو بمقولته الشهيرة أنه سيقوم بتقسيم العراق. إلى أي مدى يمكن لبايدن أن يفعل ذلك على أرض الواقع حتى تطمن العراقيين على الأقل؟ يعني أفتكر هذا يعود إلى مقال كتبه بايدن وتحرك بالسنة الأمريكي سنة 2007، وهو طبعا لم يتحدث عن تقسيم العراق، هو تحدث عن فيدرالية ثلاثية مبنية طائفية، ثلاثية طائفية، يعني فيدرالية شيعية سنية كردية. هذا شيء طرحه لما كان
عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولم يلقى هذا الاقتراح استحسانا من أي أحد، لا في الإدارة الأمريكية ولا في مجلس الشيوخ ولا من جانب العراقيين. حتى أنا وقتها كتبت مقال نشر في جريدة جدا مهمة هي الواشنطن بوست، ودحضت هذه المقولة لبايدن. حتى قضية هي مو قضية تقسيم، إنما قضية الفيدرالية الثلاثية. أنا لا أعتقد أنه كرئيس جمهورية بايدن سيتبع هذا الاتجاه. أكو شكل لما واحد يكون مجلس الشيوخ وما عنده إرادة سياسية حقيقية، وعندما يكون رئيس جمهورية مسؤول عن كلامه وعن تحركاته، فهذا الشيء لا أعتقد سيحصل. سيدة رحيم، إذن ذكرتي بأنه السياسة الأمريكية تجاه العراق ستبقى هي، لكن هناك عنصر إيران الذي يعتبروه الأمريكان والتدخلات الإيرانية في العراق بحسب الولايات المتحدة. كيف سيتعاملون إذا كان بايدن أو ترامب حول هذا الملف؟ أنا لما أتكلم عن الثوابت السياسية في الولايات المتحدة أعتبر أن الموقف من إيران هو أحد الثوابت السياسية. يعني كما أن ترامب لا يقبل بالسيطرة أو الهيمنة الإيرانية على السياسة العراقية وتدخل إيران في السياسة العراقية إلى المدى الذي نراه اليوم، أيضا بايدن لن يقبل بهذا التدخل. يعني من معرفتي، وأنا أعرف بايدن شخصيا على فكرة، من معرفتي به وبالسياسة الأمريكية، من ثوابت السياسة الأمريكية هي الحد من سيطرة إيران وهيمنتها في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن وإلى آخره. من هذه الجهة لا أتوقع أي تغيير أبدا. طيب سيدة رند، يعني لاستثمار وجودك معنا ولضيق الوقت، في سؤال أخير، معارك الجمهوريين والديمقراطيين دائما تؤثر بشكل ما على بغداد، وما ينتظر العراق من تغييرات في البنية السياسية العراقية بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، يعني هل بإمكان هذه التغييرات أن تخرج العراق من مرحلة الانهيار الشامل التي أنذر بها الكثير من متابعي الشأن العراقي؟ أنا أعتقد أنه إذا صار تغيير في رئاسة الجمهورية، ما قد نراه هو فترة من الزمن اللي الاهتمام بالعراق وتسليط الضوء على سياسة أمريكا في العراق هذا قد يخفت لفترة من الزمن. طيب، مجرد لأنه مرحلة انتقالية. سيد رحيم، أنت من تتوقعين فوز الليلة، ترامب أو بايدن؟ هذا سؤال صعب جدا، وأنا أشاهد توقع، لنقل توقع رند رحيم. توقع رند رحيم، أنا أعتقد أنه الاحتمالات هي 50% لكل واحد. توقعي أنه ترامب قد يكون هو راح يعني يتخطى الحاجز، ولكن إلى الآن 50-50، ما أقدر أقول. إجابة دبلوماسية. شكرا للسيدة رند رحيم، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت، وأنت سفيرة العراقية السابقة في واشنطن. نكمل النشر. يحتدم الصراع في واشنطن وبغداد تترقب، أي تأثيرات لنتائج الانتخابات الأمريكية على المشهد العراقي؟ يو تي في في تغطية خاصة. نعود إلى المحليات، وتعبيراً عن حسن النوايا قام المتظاهرون في ساحة اعتصام النجف بفتح شارع حيوي يؤدي إلى المحال التجارية التي أغلقت عاماً كاملاً، كما أنه يسهل حركة عبور السيارات إلى الأحياء بانسيابية عالية. اتفاق بين المحتجين وأصحاب المحلات التجارية أدى إلى افتتاح جزء من الروان، الشارع الحيوي الذي يربط عددا من أحياء النجف الأشرف، فضلا عن تمثيله مركزا لعدد من المولات والأسواق، بعد إغلاقه عاما كاملا في إثر احتجاجات تشرين ونصب خيم الاعتصام. بالنسبة للشارع الخدمي قرب ساحة الاعتصام النجف، مبادرة من عندنا من جماعة الساحة المتظاهرين ومن الأهالي أو المحلات، يعني تعاوننا وما دخلوا لا محافظ
ولا احزاب ولا قوات الشرطه من عندنا، بس هم القوات الامنيه تعاونوا ويانا اللحيم او الشرك او الصبات الشيء يعني مثل ما تقول تعاونوا ويانا، وشيء يعني ايجابي للساحه او للمحلات والاهالي. أصحاب المحلات عبروا عن شكرهم للمتظاهرين في ساحة اعتصام النجف لإعادة الحياة إلى شارع الروان، لا سيما وأن افتتاحه لا يعيق حركة الاحتجاج، مؤكدين أنهم مع مطالب تشرين. اليوم مبادرة طيبة من أصحاب الخيم في ساحة الصدرين، يعني فتحوا لنا الشارع واسترزقنا إن شاء الله اليوم ثاني يوم فتحوا لنا إياه، ويعني مبادرة طيبة من عندهم هم أصحابنا أبناء النجف. الحركة بدت طبيعية ومناسبة في شارع الروان بعد أن سهل افتتاحه تنقل السيارات والمواطنين، فضلا عن تنقل المحتجين بينه وبين الأحياء المحيطة بساحة الاعتصام. مبادرة طيبة من قبل الأخوان في ساحات التظاهر بقيامهم بالتساعد مع أصحاب المحلات في فتح جزء من شارع الروان لتسهيل حركة دخول وخروج العجلات بعد ما كانت تقريبا لمدة عام كامل مغلقة بشكل كامل. افتتاح شارع الروان خطوة باتجاه تعزيز الشراكة بين تشرين والشارع، لا سيما وأنه يكسب التظاهرات مزيدا من الدعم والقبول على المستويين المحلي والدولي. من النجف مثنى العيساوي، يو تي في. الوطن تعرف شو الوطن؟ أريد وطن. شعب علاقة ما يتفرق. احنا شعب مظلوم، شعب مظلوم. بالله ما راح نتراجع. ما بين الحكومة والبرلمان ينتظر الموظفون رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 50 يوما، فيما تتداول بينهم مقاطع فيديوية وصور ساخرة تعبر عن وضعهم الحالي. بينما ينتظر الموظفون رواتبهم المتأخرة، يخصص معظمهم جزءا من وقتهم لتداول وصنع هذه المقاطع والصور الساخرة. حتى الآن لا بوادر حل لأزمتهم، والأخبار القادمة من المنطقة الخضراء لا تسرهم، فيما لم تعد المحلات التجارية والأسواق الشعبية تثق بهم وقررت الامتناع عن البيع لهم بالآجل خشية تراكم الديون وعدم تسديدها، مع حديث يدور عن استمرار الأزمة حتى مطلع العام المقبل. نفتح على باب الله، الموظف من راح يتأخر علي راتبه؟ أنا راح أقفل الحساب مالته. هسه أقول لك ليش شنو السبب؟ لأن بالسوق ما يعرفون تأخير أو لا، لازم باليوم المحدد يريدون الحساب مالهم، فأنا اضطريت أقفل الحساب وبالأخص الموظفين. الغضب الشعبي يتصاعد وخصوصا في صفوف المعلمين بعد تهديد النقابة بالمقاومة والمطاولة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وتحذيرها من اللجوء إلى الشارع إن لم تدفع الرواتب قريبا. احنا الفئة المعلمين اللي هسه احنا ما حد يحترمنا، وتلقى كل معلم سجله الكبرى يمه بالأسواق وما حد يقدره لأنه ما عنده راتب. وتقول الحكومة إنها تنتظر إقرار قانون العجز المالي من قبل البرلمان الرافض أصلا فكرة القانون. وما بين هذا وذاك يتابع الموظفون الأخبار آمنين بخبر سار يغير أحوالهم ويستعيد ثقة أصحاب الأسواق. حديث عن هذا الملف ينضم إلينا مراسلنا من بغداد حيدر البدري. حيدر، من الواضح يعني المواطن بين ما يضحك بين ما يبكي على مسألة الرواتب، هل هناك أي معلومات توفرت لديك متى ستصرف هذه الرواتب؟ أهلا ناطق، أهلا فاطمة، وأهلا بكل من يشاهد يو تي في هذا المساء. اليوم الطقس أيضا جيد، ربما هذا يخفف قليلا من وطأة تأخر الرواتب لدى المواطنين. بصورة عامة ناطق، الأسواق المحلية سواء هنا في بغداد أو في المحافظات في كل مكان تعاني هذه الأيام. تأخر الراتب معناه تأخر السيولة النقدية في هذه الأسواق، معناه تأخر
عمليات البيع والشراء. هذا ينعكس أيضا انعكاس آخر على المؤجرين من الموظفين، على طبقة مهمة يمكن تمثل أكثر من 70% من الموظفين، وهم الذين يؤثثون بالأقساط أو اشتروا سيارات بالأقساط أو لديهم سلف معينة سواء للبناء أو لغيرها. هذا كله يخلي المواطن العراقي اليوم في حيرة بعد تأخر رواتبه ووجود التزامات مع من لديه التزامات معهم من المؤجرين وغيرها. المشكلة يعني أن الاقتصاديين الذين اتصلنا بهم المتخصصون في هذا المجال قالوا بأن اللعبة سياسية أكثر مما هي لعبة اقتصادية. الحكومة ربما تستطيع توفير هذه الأموال لكنها تحتاج إعاز من البرلمان، البرلمان لا يعطي هذا الإعاز، يؤخر قانون الاقتراض. في ذلك الوقت هنالك مناوشات سياسية يكون ضحيتها الموظف. الموظفون في العراق هم من يحركون السوق المحلي، وهذه قصة معروفة. طيب حيدر، هل معنى هذا أنه كما شاهدنا على قناة الفيسبوك، نعم، القدرة الشرائية للمواطن يعني في انخفاض؟ نعم. لا يوجد يعني عملية شراء في المحال والأسواق التجارية بصورة عامة؟ العمليات مستمرة. نحن نعرف بأنه أمهاتنا ربما العراقيات الموظفات أكثر من الموظفين هم لديهم مدخرات معينة قد يستخدمونها في هذه الأيام، لكن المشكلة أن الموضوع إذا طال، هنالك حديث في كثير من صفحات الفيسبوك وخصوصا للنقابات التخصصية مثل نقابة الأطباء، نقابة المعلمين غيرها، أن هنالك إضرابات قد تحدث بعد منتصف هذا الشهر. إضرابات لموظفين الدولة يطالبون فيها بالحصول على رواتبهم. لحد الآن قد تكون المشكلة ليست بالكبر الذي نتحدث عليه على مستوى الشراء والبيع، ولكنها بالتأكيد ستكون كبيرة وكبيرة جدا إذا ما استمر هذا التأخير في الأشهر القادمة. في مواقع التواصل الاجتماعي يعني هناك دعوات للنزول إلى الشارع وإقامة اعتصامات احتجاجات من خلال تعاملك مع المواطن والموظفين، هل سيكون هناك نوع من الاحتجاج ضد هذا الموضوع؟ نعم ناطق، الحديث عن إضراب عن الدوام لم يتطور إلى موضوع الاعتصامات لحد هذه اللحظة. هنالك الإضراب في الكثير من الناشطين في نقابة المعلمين، في نقابة الأطباء، في نقابة المهندسين، تحدثوا عن وجود إضرابات، بل البعض قد وضع لها تاريخا يوم 11/11 القادم، ولكنها ما زالت دعوات محدودة. المحتجون يتمنون من الموظفين اليوم الخروج في هذه الاعتصامات في احتجاجات كبيرة، بحيث لأن الوضع لم يعد يحتمل. من كان ضامنا لقوت يومه من خلال راتب شهري يستلمه من الدولة، اليوم هذا الراتب غير مضمون في ظل أزمة اقتصادية يرى اقتصاديون أنها ما زالت مفتعلة، أنه يمكن السيطرة عليها حتى الآن. هم يريدون من الحكومة والبرلمان التواصل إلى اتفاق يطوق هذه الأزمة قبل أن تستفحل وتؤثر بشكل كامل على الشعب العراقي وعلى الاقتصاد العراقي. في بث مباشر من شوارع العاصمة بغداد كان معنا مراسلنا حيدر البدري، شكرا جزيلا. قال رجل الأعمال العراقي مجد سعد خلال حديثه لبرنامج الحق، يقال أن الحكومة الحالية منفتحة على العالم لجلب الاستثمارات إلى البلاد وتقوية الروابط الاقتصادية مع الشركاء العربي والأجانب. والآن السيد الكاظمي أيضا يطرح الدعوة مفتوحة إلى الأخوة العرب للقدوم والاستثمار وتعزيز العلاقات العربية العربية وعودة العراق إلى حضنه العربي كموقع استثماري جاذب وكبير ولديه الإمكانات لاستقطاب استثمارات العالم أجمع. من جانبه قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي داود عبد الزاير إن الاستثمار في العراق ينبغي أن يقوم على مبدأ الربح ووضع خطة اقتصادية وسياسية تسمح للبلاد الاستفادة من المستثمرين الأجانب عوض الاكتفاء بتوفير أرضية للاستثمار فقط. أنا لازم من أجي أجيب مستثمر أجنبي مهما يكون جنسيته، ما لي علاقة بالسعودية، احنا عندنا دول الجوار ودول العالم، أجيب على مشروع أنا أعمل له جدول اقتصادية كدولة
وأنا أعرف هذا ما عندي الإمكانية باستثماره ولا توجد إمكانية من استثمار من قبل القطاع الخاص، وأعلن بصورة شفافة على أساس أحسب العلاقة السياسية والجدوى الاقتصادية من الموضوع حتى يكون الموضوع واضح وغير قابل للتأويل وللتطوير وللاستناد على أمور سياسية وتبني على أساسها كثير من الأمور من الممكن يوصل الموضوع إلى احتقان سياسي. سوق العراق للأوراق المالية، هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك وتشرف عليها هيئة مستقلة على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات، يسميها البعض وول ستريت العراق، وفي أروقتها تباع وتشرى الأسهم وتتحقق الأرباح والسيادة لحصص المصارف. لا يعلم معظم العراقيين أن في العراق بورصة، وربما لا يهتم كثيرون بمعرفة ما هي البورصة الخاصة بتداول أسهم الشركات، ولا يعلمون كذلك أن هناك من يعيش بعوائد مالية جيدة داخل عملية بيع وشراء هذه الأسهم. يشتري سهما بسبعة دنانير ويبيعه بثمانية مثلا. فما هي أحوال بورصتنا العراقية التي كانت تابعة لوزارة المالية؟ أما الآن فهي سوق العراق للأوراق المالية، هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك، وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات بنظام إلكتروني. يعمل سوق العراق للأوراق المالية بسبب قيود جائحة كورونا التي أثرت على جميع مفاصل الحياة. المستثمرون في هذا السوق يتابعون بترقب عملية بيع وشراء الأسهم وسط عدم استقرار وضع بعض الشركات في سوق التداول. أهم الشركات المعروضة في بورصة العراق حاليا هي المصارف، ومع ذلك بعضها مطرود من سوق الأسهم. يوجد سبب مهم جدا في قلة تداول المستثمرين على الأسهم الموجودة بالأسواق، هو أن السوق تسيطر عليها المصارف بنسبة 84%، بالتالي أكو بعض المصارف تلكئت بسبب تلكؤها، البنك المركزي وضع الوصاية عليها فمنعت من الدخول للتداول، فبالنهاية بدأت تخسر هاي الشركات، فهم تراجع سعر أسهمها بسوق العراق للأوراق المالية. قانون سوق الأوراق المالية ينص على قيام الجهات القطاعية الحكومية بإجبار الشركات الخاصة المتعاملة معها على إدراج نفسها في البورصة، لكنها لا تدرج في هذا السوق لأسباب يراها مختصون قد تتعلق برؤوس أموال هذه الشركات ومشاكل أخرى تتعارض مع تعليمات سوق الأوراق. مجالس إدارات الشركات والمصارف والجهات الحكومية عملية إخضاعهم للتعليمات والقوانين الخاصة بسوق العراق للأوراق المالية وهيئة أوراق المال والإفصاح السنوي، هذا ما يتوالم ويا التوجه الخاص مالتهم. فتلاحظ انه يعزفون عن هذا الموضوع بحسب انه شنو يقول لك، والله احنا ما نواكب التعليمات، ما نواكب، عندنا متعلقات، يعرقرون روحهم بها على مود ما يندرجون ضمن سوق المال ويخضعون للتعليمات والقوانين. يسعى القائمون على سوق العراق للأوراق المالية مع دوائر الدولة إلى تحويل القطاع العام إلى شركات مساهمة مدرجة ضمن هذا السوق في محاولة لإعادة الثقة بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين، وسط دعوات من مراقبين إلى توفير بيئة مناسبة للشركات الأجنبية الراغبة بالتداول في هذا السوق الذي يعد انعكاسا للاقتصاد العراقي. من بغداد، أحمد مؤيد، UTV. UTV تبدأ من اليوم ببث نشرة بورصة العراق وتداول أسهمه بشكل يومي للتعرف على أحوال وحصص الشركات وحظوظ المضاربين عليها، وكذلك السعر في أسواق المال العراقية. فلنتابع. We'll be right back.
لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب مدير سوق أربيل الأوراق المالية شروان مصطفى. أستاذ شروان أهلا بك. يعني اليوم احنا أول نشرة للبورصة العراقية في قناة يو تي في، رأيك بالقائمة، هل لك أن تتحدث أكثر لما رأيته في قائمة البورصة اليوم؟ شكرا على إتاحة هذه الفرصة، شكرا ليو تي في إيراك، ومبروك مبروك هذا التوجه المهم اللي دا يتوافق ويتماشى مع التوجهات الجديدة للحكومة العراقية يعني إن شاء الله تكون توجهات مباركة وإن شاء الله تثمر خير، وأيضا قدوم رئيس لهيئة الأوراق المالية ومجلس جديد لهيئة الأوراق المالية. الحقيقة اليوم صار مجلس رسمي بثلاثة أعضاء من أصل خمسة، يعني عندهم سلطة القرار، فأني أحس أو تنشوف أكو توجه قوي إن شاء الله يثمر بشكل سريع ونتائج تبين إن شاء الله على الأسواق المالية، سواء كان سوق العراق الأوراق المالية أو سوق أربيل الأوراق المالية، بما أنه أو سوق في نية البصرة تأسس سوق أوراق مالية أكو خطوات إن شاء الله. طيب بما أنه موجود معنا اليوم، كيف هو حال البورصة العراقية اللي تحولت وكانت تابعة لوزارة المالية، اليوم تحولت لسوق العراق للأوراق المالية هيئة ذاتية التنظيم، كيف هي حال البورصة العراقية اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية أصلا في العراق؟ يعني الحقيقة هي البورصة في أي بيئة اقتصادية هي مهمة جدا. ليش مهمة؟ لأنه هي تساهم في بناء كيانات اقتصادية كبيرة. الشركة المساهمة بالتأكيد هي شركة لها وزنها في الاقتصاد، ممكن تخدم الاقتصاد، ممكن تشغل عاطلين على العمل بشكل أفضل من الوحدات الاقتصادية الصغيرة. فإذا ماكو سوق يلتقي به، يعني سوق لعرض وطلب أسهم هذه الشركات، بالتأكيد ماكو تشجيع لتأسيس شركات مساهمة ولا يمكن. وشوف أنت من تريد تفضل أستاذ داود تتحدث عن استقطاب استثمار خارجي بناء على دعوة الحكومة العراقية، السيد الكاظمي دعا المستثمرين أن يدخلون للسوق العراقية وهي فعلا سوق واعدة، بس المستثمر الخارجي إذا يريد يدخل استثمار مباشر يمكن يعني يفكر مرتين، بس إذا يدخل استثمار غير مباشر من يشوف شركة عراقية مؤسسة وده تشتغل وبياناتها المالية واضحة وتعتمد يعني خلينا نقول الستاندرد فاينانشال ريبورتس اللي هي يعني الإفصاح القياسي بالنسبة، فيقدر يدخل بثقة أكبر، يقدر يدخل يشتري جزء من الأسهم ويقدر يساهم ويقدر يدعم توجهات يعني نعم. وسط عدم استقرار وضع الشركات في التداول وأيضا قيود جائحة كورونا التي تأثرت بها جميع مفاصل الحياة وليس فقط البورصة، يعني كيف نسيطر على استقرار عملية بيع وشراء الأسهم؟ يعني إذا سمحتي لي ما أبدي أحكي على عملية التداول بيع وشراء الأسهم، شوية راح أرجع خطوة للوراء اللي هي عملية تفعيل الشركات المساهمة. يعني إحنا مو بجائحة كورونا، قبل جائحة كورونا بكثير ماكو توجه قوي لدعم الشركات المساهمة. أكو مشكلة في أن معظم العقود الكبيرة تستلمها شركات محدودة، معظم دول العالم تراهن على الشركات المساهمة الكبيرة اللي رأس مالها كبير، اللي هي أصلاً أدها نظام حوكمة، أدها نظام إفصاح، بياناتها المالية تدقق بشكل أصولي. شركة محدودة يعني غالباً ما تكون معرضة لهيك ضوابط تحكم عملها، بل بالعكس تزيد عليها الضوابط، بس ماكو دعم. يعني أنت يعني كل الحكومات خلي نقول تعتبر الشركات المساهمة هي التولز مالتها في تطوير الاقتصاد. أنت شلون تنمو؟ أنت تكبر من مشروع فردي إلى شركة محدودة إلى شركة خلي نقول تضامنية إلى محدودة. إحنا ما عندنا شركات تضامنية، فلذلك من تكبر من أكو ناس قادرين أن اختصاصيين أنه يأسسون شركة مساهمة وعندهم القدرة والإرادة والخبرة، بس ما عندهم التمويل. أستاذ شروان وين يروحون؟ لا بس أكمل لك هاي النقطة. عفوا، تمويل إذا يروحون يقترضون فهذه كلفة وبيها مخاطر عديدة، بس إذا سووا
خلينا نقول اعلان وافصاح والناس عموم الناس دا تشوف اكو شركه مربحه وناجحه ورابحه ودا تمشي بشكل سليم ودخلوا واسسوها كلهم وخلوا الاداره مالتها تكون محوكمه بحيث ما تميل الى جهه او مالكين معينين، محوكمه بعيده عن الملكيه، دا تدير الشركه بحياديه، هذا هو اللي يشجع المستثمر الاجنبي يجي يدخل. طيب احنا بقينا سؤال واحد حسب الوقت استاذ الشروان، يعني المواطن البسيط يسال شنو يعني بورصه؟ شنو يعني سوق العراق للاوراق الماليه؟ شلون يعني ليش احنا ما عندنا هاي الثقافه انه ما نفهم البورصه؟ المواطن البسيط لا يعرف شنو يعني سوق العراق للاوراق الماليه. بالضبط، انا اقول لك ليش؟ لانه ما الى مصلحه قويه واضحه بهذا الموضوع. المواطن يعرف وين مصلحته، اذا اكو دعم ليش يعني هو شنو؟ هو تلاقي ويعني قوى عرض وطلب في مكان ما، خلينا نقول بورصه خضروات. بورصه الخضروات اذا ماكو شركات تنتج خضروات وتجي تبيعها تفشل هذه البورصة. أنت كمواطن إذا تشوف أكو شركات دا تنمو دا تكبر ودا توزع أرباح سنوية والسهم دا يرتفع، يعني أنا إيش أريد بعد أكثر؟ وين أفضل أن أحط فلوسي بالبنوك وتنام وتندثر وتتآكل لو أنا أساهم بشركة وأجي أحضر اجتماعية عامة وأجي أناقش وأقولهم أنتوا بهاي النقطة زينين بهاي النقطة مو زينين؟ هذا هو ليش دا تنجح الشركات بالعالم، لأنه أولا هي دا تكون حرة في بناء نظمها خلينا نقول التطويرية محوكمة الإفصاح مالتها، وأكو دعم المجتمع يعرف قيمتها ويساهم ويدعم ويعني الشركة المساهمة هي خلينا نقول حقوق الملكية مالتها المفروض لكل الشعب. ليش هسه مثلا بدول أخرى من يردون يهيكلون قطاعات معينة للدولة يبيعوها للشعب، ما يجون يبيعوها لشخص واحد أو عائلة واحدة يقولون منو اللي يريد هسه مثلا آخر اكتتاب. إذن من أربيل كان معنا عبر سكايب مدير سوق أربيل للأوراق المالية شروان مصطفى، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. نعم، الثامنة مستمرة وفيها أيضا كردستان تخبز بتنور مصلاوي، الكوازين تنتج الأجود أو تنتج الأجود والطلب عليه مرتفع في كل الأسواق. 500 كيلومتر من الضوء تنزع عن الأنبار ظلامها الكئيب. التنور الطيني في الموصل يتميز عن باقي المدن بنوعية التربة المستخدمة في صناعته، حيث يتكون من 4 طبقات حتى يظهر بشكله النهائي بعدما أصبح نادراً في الأسواق. يصنع سعد الشهواني تنور الطيني في الموصل منذ 30 عاما، لذا يعد اليوم هو أقدم أسطى في المهنة المتوارثة داخل عائلته. تنور الطين تجري صناعته من 4 طبقات حتى يظهر بشكله النهائي. أبا عن جد سوافنا عن أبناء أجدادنا نشتغل إن شاء الله، يعني نوعيات وأشكال تاين فرن تاين كبار تاين صغار. مراحل عمل تنور هي 4 مراحل، مرحلة الأولى الأساس، طبقة الأولى الأساس، الطبقة الثانية الفوقانية، الطبقة الثالثة الوسطانية، الطبقة الرابعة الفتيلة، 4 طبقات. تنور الطين الموصلي يمتاز عن التنور المصنع في مدن أخرى بنوعية التربة المستخدمة في صناعته، ما جعلته مفضلا وخاصة في إقليم كردستان. التنانير من الموصل أجيبهم أوديهم على ناحية القوير، من القوير هم يجون يأخذون من عندنا، يعني من الأربيل يجوا يأخذون من عندنا تنانير. صار لي 5 سنوات أجي أخذ من هنا، درجة أولى مال الموصل، يعني مفضل على المناطق كلها. يعني ويتراوح سعر تنور الطين الواحد بين 10,000 و25,000 دينار، وهو نادر في الأسواق بسبب تناقص أعداد صناعه. وتعد صناعة تنور الطين من أبرز المهن التي عرفت بها منطقة الكوازين في المدينة القديمة بالموصل، قبل أن يغادر معظم المشتغلين فيها بسبب الحرب الأخيرة.
من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في. بحلة جديدة تفوقت مدن الأنبار على ما كانت عليه سابقا، حيث تغطي أعمدة الإنارة في شوارع المحافظة مساحة تقدر ب 450 كيلومترا بحسب الحكومة المحلية، في مشهد غيب آثار الحروب التي بدأت تختفي مع استمرار عجلة الإعمار. بعد دمار البنى التحتية في الأنبار وما رافقه من ظلام كئيب اتشحت به شوارع المحافظة التي بلغت نسبة الدمار فيها نحو 85%، هناك ضوء في آخر النفق بدأ يكنس ما دمرته الحرب. هذا العمود الذي لا يتجاوز قطره 8 إنجات تعرض إلى أكثر من 400 إطلاقة ليكون شاهداً على ضراوة المعارك التي جرت في الأنبار، ولكن الجميل في الموضوع أن عجلة الإعمار ما زالت تدور. عادت مدن الأنبار بحلتها الجديدة تفوق ما كانت عليه في السابق، حيث كانت أعمدة الإنارة تغطي 45 كيلومترا فقط، أما اليوم فقد تجاوزت مساحة الشوارع المنارة أكثر من 450 كيلومترا. عندنا كانت إنارة ما يقارب 45 كيلومتر، هاي التدمير تام. الحملة مالتنا تم إعادة هاي 45 كيلومتر، وبالإضافة من 2016 بدت الحملة فتح شوارع إنارة، فحس حاليا ما يقارب عندنا 450 كيلومتر هو بها يعني إنارة مواصفات عالمية، طبعا تم تطبيق أحسن المواصفات العالمية. رغم قلة التخصيصات والأزمة المالية الكبيرة التي ضربت البلاد، فإنها لم تؤثر على إزالة آثار الدمار في الأنبار. بعد يعني سيطرة تنظيم داعش على المحافظة والظلام اللي صاب المحافظة بشكل كامل، ما كنا متوقعين انه راح نشوف المحافظة بهاي الصورة. يعني هسه حاليا احنا اللي الشوارع نارة، لمسة فنية، يعني الشارع من تفوت بي تحس انه انت بشي اول مرة تفوت لهذا الشارع، مع العلم هي مدينتك. يقول اهالي المحافظة ان مناطقهم بدأت تتنافس فيما بينها بمشاريع الاعمار، إذ تحول الاهتمام فيها إلى الاهتمام بالتفاصيل الجمالية والخروج من النمط التقليدي. قبل عندنا التيولة هي بيها قلوب فوق، فهسه جاي تشوفه، يمكن هسه يعني كل التيل جاي إنارة، كل التيل إنارة، فشغل حلو. جاي نروح المحافظات العراقية ما جاي نشوف هيك أعمار صراحة، يعني الرمادي بيها أعمار فتشي حلو. حلة جديدة ظهرت بها شوارع المحافظة للتخفيف من مشاهد الدمار والإهمال الذي عانى منه أهالي المحافظة منذ أكثر من 17 عاما. من الأنبار أنمار العاني، يو تي في. ومن جمال الأنبار النشرة مستمرة من يو تي في وفيها أيضا. رائحة المنازل البصراوية في تشرين، مركبات من سوق الهنود تحافظ على أقدم الطرق في كبس التمور. تمتلئ المنازل البصراوية في مثل هذه الأوقات من كل عام برائحة مركبات من بهارات ومطيبات يشتريها الأهالي من سوق الهنود لتحافظ على أقدم الطرق في كبس التمور. رائحة المنزل البصراوي في تشرين مختلفة، تحل الأجواء الخريفية وينتهي معها موسم قطاف التمر. وكعادة معظم الناس هنا يبدأ أبو حازم، وهو موظف متقاعد من شركة المواني العراقية، باتباع خطوات تقليدية ورثها عن الآباء والأجداد لكبس التمر، أو كبسه كما يسمى باللهجة الشعبية. فبعد غسله يوضع التمر في صفيحة داخل كيس، وثم يكبس حتى يخرج منه الهواء، ذلك ليخزن طوال فصل الشتاء. التمر نغسله من هاي الفترة كلها، نخليه جاف، ونريد نكبس نذب عليه رشة ماء لأنه نظيف. هذا ظل الشتاء كله ظل، من أنا ما نشوف ماكو تمر بالسوق، يعني أنت طلع التمر لعندك وتاكل.
وأثناء عملية الكبس تنهال عليك روائح المطيبات التي تخلط مع التمر، ومنها الزنجبيل المسحوق أو الهرش الحار كما يسمى شعبيا، إلى جانب الحبة الحلوة والسمسم. وهذه الوصفة التي تجعل من التمر وجبة صحية ولذيذة لا تجدها إلا عند العطارين في سوق الهنود، أقدم مركز لبيع التوابل في المدينة. عندنا المكونات اللي نحطها على التمر، السمسم والحبة الحلوة والهرش حار المطحون باليد وبالهاون، هذا يعطي نكهه حلوه كلش حلو، يعني بحيث حتى من تاكل ما ياثر حلاوته على الجسم. البصريون ورغم التطور ما زالوا يحافظون على الطرق التقليديه القديمه في كبس التمور، بعد اضافه خلطه من المطيبات تجعله الالذ طعما ونكهه. وطوال قرون مضت ارتبط البصريون بتاريخ مع النخيل وجني ثمارها كالرطب وقص عذوقها باستخدام وسائل بدائية، لكنها مع مرور الزمن أضحت جزءا من عاداتهم وتقاليدهم. جاءت هذه العادات المكتسبة من تاريخ عميق في حياتنا الاجتماعية وحياتنا البيتية. أنا في بيتي ما زالت أم العيال والبنات والولد كلهم يساهمون بشكل أو بآخر بكبس التمر. هذا الجزء من أرض الرافدين فرضت فيه النخيل سطوتها رغم تناقص أعداد النخل من 13 مليون نخلة في الثمانينات إلى ربع هذا العدد حاليا نتيجة الحروب وشح المياه. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة. وليس بعيدا عن البصرة حيث سنتعرف على حال البحر وهل سيرتفع المد والجزر، كذلك سنتعرف على حال الطقس من رياح، أنواع جوية، رطوبة، درجات حرارة في كل محافظات العراق من خلال هذه الفقرة. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. كل السياسة العراقية جامدة والقادة يترقبون الفائز في انتخابات أمريكا هذه الليلة. من صداقة الملك فيصل وترومان إلى حروب مدمرة مع ثلاثة رؤساء أمريكان، المفكرون في واشنطن يعيشون من قصة العراق. احتجاج تشرين في النجف يستغني عن تكتيك الشوارع المغلقة، والتجار يثمنون تسهيل المرور داخل طريق استراتيجية. أصحاب الدكاكين والأسواق يقاطعون الموظفين، لا نبيعكم بالآجل حتى توزيع الرواتب. إذن النشرة انتهت، التي ستتضمن كل يوم أحوال الطقس والبحر، سوق الأوراق المالية في العراق، وكذلك أحوال كورونا. انتهت النشرة، شكرا لكم وشكرا فاطمة. شكرا ناطق، شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.